السلام عليكم. كنت مستخدم قديم لنظام الويندوز، ولكن من مدة قررت اني اشتري جهاز ماك. كوني مستخدم جديد لنظام الماك او اس، واجهتني بعض المشاكل في البداية واللي راح اتطرق لها في هذا الفيديو. اول المشاكل اللي واجهتها هو عدم تمكني من نقل ملفات من جهاز الماك الى الهاردسك الخارجي الخاص بي، بمعنى اخر انه يستطيع يقرأ الملفات ولكن ما يستطيع يكتب الملفات. وبعد شوية بحث في المواقع عرفت ان المشكلة هي بسبب ان الهارد ديسك الخاص بي كان بصيغة ملفات NTFS، والماك واجه مشاكل في التعامل مع نظام الملفات هذا. وجدت أكثر من حل لهذه المشكلة، وأول الحلول وأفضلها برأيي هي أنك تثبت برنامج يمكن الماك من التعامل مع نظام الملفات NTFS، بالتالي تستطيع تنقل من وإلى جهاز الماك بدون مشاكل. في الحقيقة جربت أكثر من برنامج، لكن في الأخير استقريت على برنامج توكسيرا NTFS، واللي يمكنكم الحصول عليه من موقعهم الرسمي ب20 يورو، وراح أحط الرابط في الوصف تحت. الحل الثاني هو أنك تفرمت الهارد ديسك الخاص بك بصيغة ملفات فات بدل من صيغة ملفات NTFS. شخصيا ما أفضل هذا الحل، لأن صيغة ملفات فات فيها بعض السلبيات مقارنة بملفات NTFS. أما المشكلة الثانية فهي عدم دعم اللغة العربية في بعض البرامج، مثل أوفيس 2011 الخاص بالماك ما يدعم اللغة العربية بشكل سليم. وللمشكلة أكثر من حل. الحل الأول هو تنشئ مستند جديد باللغة العربية عن طريق جوجل دوكيمنتس، ثم تنزل على جهازك الماك وتبدأ تستخدمه أو تكتب عليه مستند باللغة العربية بدون مشاكل. الحل الثاني هو استخدام برنامج أربك جني. فكرة البرنامج بأنك تكتب الشيء اللي تريده، ومن ثم تقوم بنسخ ولصق المحتوى ببرنامج الوورد على سبيل المثال. وبإمكانكم الحصول على النسخة التجريبية بشكل مجاني من خلال الأب ستور الخاص بالماك، وهذه النسخة للمعاينة فقط، بحيث تسمح لك بنسخ كلمة واحدة. أما النسخة الكاملة فهي بسعر 49 دولار. المشكلة الثالثة والأخيرة اللي واجهتها هي عدم وجود نسخة خاصة بالماك لبعض البرامج اللي كنت متعود استخدمها في جهاز الويندوز. على سبيل المثال برنامج الميديا بلاير كلاسيك، واللي أفضله شخصيا واعتبره أفضل برنامج ميديا للويندوز، للأسف ما حصلت إلا نسخة متوافقة مع الماك. لذلك بحثت عن بدائل للبرنامج ووجدت مشغل الـ VLC، واللي يعتبر واحد من أفضل مشغلات الميديا. إذا عجبك الفيديو لايك شير وسبسكرايب.